بعد المباراه بقى اللي لعبتوها ما بين الاتحاد والاولمبي اللي كانت يعني في نجوم كبار هنا ونجوم كبار هنا والهدف اللي احرزته بيمينك وده اللي سمع وعلم اتثبتت بقى في نادي الاتحاد بقيت في الفريق الاساسي بس قابلتني مشكله بقى إيه؟ في 73 74 خدنا الكاس الاول في 73 ما الكاس ده لسه ليه حكايه هنحكيها دلوقتي عايز اوريك التضحيه بتاعه الكابتن عادل البابلي كابتن عادل البابلي بيلعب فيه. منتخب مصر وينج شمال وانا طلعت انا اعصر هو بيلعب باليمين فالكابتن كاتو والكابتن كمال قعدوا معاه واقنعوه ان يلعب بقى بيلعب وينج رايت في نادي الاتحاد وفي منتخب مصر في الشمال نجم كبير الكابتن بابلي كابتن ربنا يدي الصحة ربنا يدي الصحة يا رب وابتدى مشواري مع نادي الاتحاد من 73 لحد 87 الحمد لله من 73 بقى طبعا اول مباراة مع الدرجة الاولى دي ليها ذكريات حلوة ما تتنسيش كانت مع المحلة المحله دي اول مباراه للكابتن جارب مع الفريق الاول في المحله كسبونا 4-1 كان مين بقى المحله عمر عبد الله يا عين عبد الرحيم خليل عماشه كابتن سياجي محسن نحريري لا فرقه محرس لا فرقه ايه سعيد عبد الجواد فرقه اول ماتش ده اول مره احس باول ماتش في الدوري العام العبه ومغلوب 4 وراجع بعيط عيل صغير عندي 20 سنة أول مباراة غلبته فيها 4-1 وما سافونا المحلة ادونا بس شوف الدور الثاني كسبناهم 3-0 وجبت جونين في ملعبنا في الشاطبي بقى أي مباراة كنتوا تلعبوها الجيل بتاعكم تلعب الأهلي تلعب الإسماعيلي الزمالك المقاولين الأولمبي كل الفرق كلها مليانة نجوم ما في اسكو حتى اسكو البلاستيك كله لا جيل السبعينيات كله المهارة كانت متغلبة على اللياقة فرق معاكم الكرة الشاطرية يعني وكرة الشراب في القاهرة فرقت طبعا يعني انت تخيل حضرتك لو مثلا الكابتن محمود الخطيب لو اتمرن براعم واتمرن صبح وبعده او ثلاث مرات في اليوم احنا كنا بنتمرن ثلاث تمارين في الاسبوع نلعب دوري عام يوم جمعة نريح سبت نتمرن حد نريح اثنين ثلاث واربع نريح خميس نلعب الدوري الجمعه مفيش انا في الثلاث تمارين دول افوت تمرينه كمان يعني هي تمرينه والمباراه بالظبط تخيل بقى انت لو الجيل ده بيتمرن ما كانش فيه جيمات كناش نعرف ما كانش فيه التطور الكبير اللي حصل لا ما كانش فيه التطور ده خالص كانت الموهبه فطريه وكان 7-5 التعليق كابتن فهمي عمر كل الناس تستنى 7-5 لان هو ماتش واحد اللي بيتذاع في الدوري يا الاهلي يا الزمالك طبعا طب عايزين نرجعك بقى للذكريات الحلوه كاس مصر 73 كاس 73 ده له ذكريات جميله اولا الله يرحمه الكابتن حسن عرابي الجول صد 5 بلانتي كان النظام مش زي دلوقتي يعني اذا شوت 3 وجبتهم ما يكملش الاثنين لا نكملنا الخمسه هو صد 3 حسن عرابي واثنين ضربوا في العرض واحنا جبنا 4 اجوان ده دور ال 16 دور ال 8 لعبنا الترسانه الترسانه مين بقى مصطفى رياض والشاذلي الله يرحمه بدا عبد الفتاح لا كان بدوي الجيل الاكبر جال الاولمبي جيل الاولمبي وقتها وكان بطل لا كان بطل اتعادلنا هنا 1-1 فالماتش الاعاده في الترسانه فاحنا خلاص طبعا عطينا كسبناهم هناك 2-0 جبت جون انا والكابتن شحته جاب جون قبل النهائي كان مع المصري اتلعب في ارض محايده لعبناه في ملعب السكه الحديد بضربات الجزاء وكسبنا جاء النهائي مع الاهلي لازم يتلعب في استاد القاهره وما ادراك استاد القاهره ليه بس كده وجمهور الاهلي بقى 30 40 مين بقى فريد شوقي شكوكو لا المشاهير قاعدين بيتفرجوا على المباراه وقتها احنا طبعا نزلنا بقى تنزل الملعب الدب طبعا عارف انت الدب في المدرج يضرب في الملعب حكم ايطالي لعبنا الماتش يوم الجمعه بوقت اضافي تعادلنا 0-0 فلعبنا يوم الاثنين بعد 3 ايام احنا بنيجي ازاي بقى بنركب الديزل درجه ثانيه المكيف تشيل الاتوبيسات الخاصه لا 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 الكلام اللي بيحصل دلوقتي اتوبيس ديزل اتوبيسات ودرجه ثانيه رحنا يوم الجمعه رجعنا يوم الجمعه بالليل يوم الاحد سافرنا بالليل لعبنا يوم الاثنين
المباراة الثانية كابتن محمود الخطيب كالعادة جاب فينا جون. ده هو الأهلي ابتدى الأهلي جاب جون كابتن الخطيب جاب جون. كابتن شحتة تعادل في الشوط الأول 1-1. الشوط الثاني فاكر في الدقيقة 33 يعني ما تتنسيش كابتن جاري واحدة كان الكابتن إكرامي أول ماتش له أول سنة يلعب وبقى أما تتلعب بقى بالعرض من الكابتن عادل وانت تحط صبعك الصغير كده بإيه بالخارجي في البعيدة طبعا كان حظك عالي كبير على الأهلي يا كابتن جاري. في أحرزت 5 أهداف في الأهلي، 4 دوري و1 كاس. لا أكتر أكتر؟ في ثابت هنا 2 حاسبهم دول الله يرحمهم. لا حاسبهم. لا بتاع 6 و7. 6 و7 كان جابك عالي على الأهلي. لا انت بتلعب لعيبه كوره مش نازله بقى ما الفرق الثانيه بقى بينزل اللي يلعب مان عليك بيلعب على الجانب خلاص عارف انت هم يلعبوا 10 وانت 10 وكانت الكوره ما فيش بقى التكتيك العالي. خلي بالك واحنا على قناه الاهلي يعني ذكريات حلوه حتى الاهداف اللي جبتها في الاهلي. الاهلي انت بتلعب فرقه نازل جايه تلعب كوره فانت هتاخد مساحه كده. طب فكرنا بقى بالجيل اللي لعب مباراه 73 كاس مصر. مباراة 73 عرابي بكر كان حتة باك بكر علي الكيلاني الله يرحمه كابتن بوبو الله يرحمه محي عثمان كابتن فكري مرسي كابتن شحتة كابتن عادل البابلي كابتن سمير مخيمر الله يرحمه وانا. مكافأة خدتوها كام وقتها؟ 100 جنيه. 100 جنيه دي شهادات استثمار عشان ما يتخصمش ضرايب. بس في 76 خدنا 500. 500 زادت بقى المكافأة. ما ثلاث سنين برضك الدنيا غلت شوية. لسه احكي دلوقتي في 76 عشان نشوف واقعة الجزمة بتاعت الكابتن طلعت يوسف. بس أنا شايف حضرتك كابتن جارم يعني أنت حضرتك لابس ترنج الاتحاد السكندري الست نجوم. احكي لنا بقى يعني قصة الست نجوم. الست نجوم دول احنا خدنا كأس مصر 6 مرات. دي الأربعينات والخمسينيات خدوا 3 مرات اللي هو دي جيل كابتن ديبا وكمال السباخ وكابتن كاتو وكابتن شتا وكابتن فهمي جميعي وجيل الستينيات اللي هو الكابتن فؤاد مرسي واحمد صالح اللي هي اغنيه احمد يا صالح بتاعت الثلاثي المرح كسبنا الزمالك 3-2 وانا كان من حظي الحمد لله في السبعينات 73 و76 فدول الست نجوم. كان ليا الحمد لله الشرف ان انا وعقبال النجمه 7 ان شاء الله في عهد الاستاذ محمد بصير. نادي الاتحاد نادي كبير وانتوا اللي اسستوا الشعبيه الكبيره لنادي الاتحاد. عايزين برضو نتكلم عن كاس مصر 76. 76 برضو كان ليه وقعه يعني شهيره. كابتن طلعت يوسف لما احرز هدف في النادي الاهلي والكره راحت في اليمين والجزمه طارت في الشمال برضك كان النهائي برضك بيننا وبين النادي الاهلي كان في استاد القاهرة برضو؟ بس اليوم ده انتوا تكسبونا 10 بس الكرة مش عايزة تخش يعني اليوم ده فعلا لا في 73 احنا كانت الفرقة كان ماتش يعني ايه ند الاهلي كان مسيطر عليه لكن في 76 لا النادي الاهلي ده في كرة انا فاكرها ضاعت تحت العارضة ضربت في العارضة فما ترجع لك وانت تحت العارضة على خط الجون عمرها ما تطلع فوق العارضة طلعت فطلعت جات له كوره شاطها في الزاويه اليمين والحذاء اتخلع من رجله بس راح ناحيه الشمال وبرده كان حكم الماتش احنا كنا بنطلب حكام اجانب في 73 وفي 76 كان عندنا الدكتور القاضي رئيس النادي الله يرحمه كان على حسابنا فقال لك منعا لاي حاجه حكام اجانب فالماتشين كانوا حكام إيطاليين.